هذا النشاط اللي احنا بصدد هذا اليوم اللي هو احتفاء بشهر رمضان المعظم، واحتفاء بشهر رمضان بكل تجلياته الروحية والدينية، وأخص بالذكر احتفاء بالقرآن الكريم اللي كان بغيون نرسخوا فيه تلامذ عظمة دياله من حيث التجويد ومن حيث الترتيل دياله. إضافة إلى ذلك نعلم الطفل قيم التآزر والتضامن وحب ونكران الذات وحب الإطار. ومن هاجت هذه البادرة الطيبة اللي هي جات بشاركة ديال التلاميذ مع الزملاء ديالهم في وجبة إفطار تجاه المحسنين المحتاجين، وغادي تكون بطبيعة الحال إن شاء الله خارج المؤسسة، أي خارج المحيط ديال المؤسسة في النطاق الجغرافي اللي كيمتد لنا في المديرية، وغادي يستافدوا منها الفئات اللي هي في هذا الشهر العظيم. نبغيو نكونوا مآزرينها ويكون التلميذ قريب من هذه العملية باعتباره كتدخل في إطار تطوير كفاياته الحياتية. اللي بغيت نقول أن هذا الرواء اختار له من الأسماء أعمق الدلالات، واختارنا له اسم رواء مجموعة مدارس جون جوريس، هذا فضلا عن مجموعة من الأنشطة اللي هي كتمثل في رواء الخطيب اللي كان نحاول فيه تمهير المتعلم على فن التناظر ومجابهة الآخرين، وهذه كفايات أساسية بالنسبة ليه. هذه المبادرة زوينة حيث كانت تبرعوا بالمكلة للناس، أنا فرحانة بزاف حيت كنعطيو الفقراء وتا واحد ما فقير عند الله، وشكرا. رمضان كريم. كنفرقوا الافطار للناس اللي عنده اللي ما عندوش، كتبقى هذه صدقه، وحنا خاصنا نديروا هذا الشيء. هذا كما كتعرف نتوما يا رمضان هو شهر مفضل عند الله، وفضلوا لنا على 11 شهر، خاص نحاول ما امكننا نديروا اعمال صالحه ونصارعوا باش نديروا هذا الشيء. وكما كتعرف ربي عطانا هذا الشهر هذا، خاصنا فهمتي نتوبوا ليه ونطلبوا الهدايه من عند الله، حاش ما خاصنا نضيعوا هذه الفرصه اللي كيعطينا الفضل، حاش كيعطينا هدايه. المهم وربي سهل، وكنشكر الساده الاساتذه وكنشكر المؤسسه انها نظمت لنا هذا النشاط الديني هذا، حيت كيزرع فينا قيم انسانيه اللي ما بقاش في هذا الجيل ديالنا، وكنحاول ما امكن نحيوا الاسلام ديالنا، والحمد لله هذا الشيء اللي كاين.